السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جولة خفيفة ظريفة في شوارع ألمانيا. الروعة الروعة. أحسن حاجة شوف الأمن والأمان ونفس الارشيتكتشر ديال البني، هادشي اللي عجبني انايا. ما كانش داك كل واحد داير البني ديالو شكل، ها كل شيء كيف كيف، نفس الارشيتكتشر، ما كانش العلو بزاف، والامان والسكات كالم. اللي عجبتني هنايا هو كاع المنازل ديالهم دايرين فيهم واحد الرسم اللي تاريخ، اللي كيعبر على التاريخ ديال المنطقه. بحال مثلا هذه اللي كتشوفوا مورايا، غادي نقلب لكم دابا الكاميرا باش تشوف. هذاك الرسم كيعبر على التاريخ وشو الديزاين ديال السكنه كي دايره. كتعجبني هالطله هذه وهالتمشيه هذه من هنايا، من غير الديور السكنات ديالهم اللي زوينين. هذا لا فيو هكا غادي الهبطه والديور بهذاك الاركيتكتشر ديالهم هكاك، زوين زوين بزاف كاع. المهم تجربه زوينه. معايا الدخيله شحال زوينه هكا. واو واو واو، يمكن هذه ديال الدار بوحدها. واحد الحاجه اللي زوينه بغيت نوريكم، واحد المحل كيبيع داكشي التقليدي ديالهم. بلاتي نقلب الكاميرا نتوما. هذه اللبسه التقليديه ديالهم دايره بحال التكشيطه ديالنا في المغرب، زوينه بزاف. شحال لي بري؟ الله 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 شي زين. هذه اللبسه ديال الرجال. اوه اللبسه ديال الرجال كلاس، زوينه بزاف. واو المحل، ها هي اللبسه باينه هنا احسن. هذه بحال كنقولوا مثلا التكشيطه ديالنا ولا القفطان المغربي، زوينه. ولكن حتى لي بري زوينين تبارك الله، زوين زوين بزاف. دابا بغيت نديكم معايا لواحد البلاصه زوينه بزاف. علاش قلت لكم هنا الطبيعه الروعه بزاف، من غير الارشيتكتشر ديال المباني كيفاش دايره والمدينه ديالهم كيفاش مصاوبينها وكيفاش منظمينها. الله سبحانه وتعالى عطاهم الطبيعه. اجي نديكم معايا الطبيعه شوف. يلا نديرو قطعه وجديه. يلا سير 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 سير. درنا قطعه ديال ايوا. عنديكم دابا بلاتي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا المنظر الطبيعي خلاب. هانتوما هاد التران. خلي فوت التران ونوريكم كان غادي نمشيو. غادي نمشيو لهيه لهاديك الضايه ديال الماء. انا وصلت لتما، يلا بقاو معايا. هبطه واش من هبطه هادشي. فوالا الطبيعة الخلابة، كل شيء موجود. بغيت لي غراتسيال موجودين، بغيت الطبيعة فيرج موجودة. روعة روعة روعة. أنا وصلت ديك البلاصة، هانت الطبيعة خلابة. كيعجبوني انا الالمان بلا سامبليسيتي ديالهم. كيجي كيدير فوطا وكيجلس يعوم، دوز وقيته زوينه ويمشي، هو وليداته ويمشي زوينه. واو نعم.
المصافي حتى الحجر ديال تحت كيبان. الله الا الروح انت كيعوموا عادي جدا، نمشي في حالهم نديرهم سامبل بسيط جدا. انت لا سامبليسيتي، مفرشين وجالسين في الطبيعه ودري لهم عاوتاني دي باساج ديال الغوندوني، يعني العشاق ديال تمشاو كلشي يدوروا على البحيره كامله. يعني تقريبا البحيره هادي الطول ديالها كله تقريبا 8 كيلومتر، يعني دايره كلها على هاد البلاصه هادي كيف كتشوفوا معايا. تبارك الله راه كبيره هادي. ندير واحد الدوره تمشاو شويه. انت مناظر خلابه في الطبيعه تمشى من هنا يا ولد. سكت فين هنا شي حاجه؟ اوكي البليصه اللي كنت باغي نجلس فيها لقيتها عامره. معليش نزيدو القدام نزيدو نقلبو عاد. شوفو كاين بلايص زوينة. معايا بنان فرا كيعاون سخيت الوالدين هاد لي زالمو هادو خطر، عندهمش لي ليميت. لا مكاينش الحدود صح. تبارك الله هاد الماء هذا ماشي غير شاهي باش تعوم فيه، راه روعة كاع. كلو ديال لا غوندوني على شط البحيرة، فهمت؟ يعني دائما كتمشى والماء حداك والجو زوين، زعما مكانش داك الحرارة داكشي، جو زوين بارد كيعطيك لونفي باش تمشى باش تخرج باش تحرك باش دير رياضة. زوين بزاف، مناظر طبيعية خلابة، عظمة ديال الله سبحانه وتعالى، عظمة ديال الخالق. هانت تطاش فتا كلشي عايش بسلام، كلشي في سلام. اي 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 شوف راه واصل. فين خليتو انايا؟ خليتو لهي كاع فين راهم كاع دوك لي باطو. فين وصل؟ يس زوين، رائع جدا، روعة 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 روعة. المناظر الطبيعية خلابة جدا، جميل جدا. هاد الألمان الحاجة الوحيدة اللي الإنسان يستفد منهم من خلال هاد التجربة هادي اللي عشتها هنايا، كتعلم منهم البساطة. كلشي عندهم سامبل، كلشي عندهم بسيط، يعني ما عندهمش داك التعقيدات، ما كيعقدوش الامور. واخا هما يعني شعب معروف عليهم باللي كيحكروا، يعني كيما نقولوا كيبغيو لي ديتاي، كيما حنا كنقولوا كعرارين خصهم كيما نقولوا كل حاجه، ولكن واخا هكاك عايشين الحياه ديالهم ببساطه مع الطبيعه. الطبيعه مخلينها كيف ما خلقها الله سبحانه وتعالى، يعني ماشي جايين و بانين حداها مثلا لي كافي لي ريستورون لي زوتيل بديك الطريقه ديال، لا عادي بسيط جدا، ومازال محافظين على الاركيتكتور ديالهم القديمه. ولا ما لاحظت باللي المدينه كلها ماشيه على نفس الطابع المعماري، يعني ممنوع عليك تعلي ولا دير مثلا واحد البنايات عاليه ولا واحد، كلشي عادي تقليدي. ومازال باقي عاد لحد الان واحد البنايات اللي تاريخيه محافظين عليها. هاد القضيه هادي لاحظتها ماشي غير هنا في المانيا، حتى في فرنسا، حتى في فرنسا مازال محافظين على البنايات التاريخيه ومدخلينها في التراث التاريخي ديالهم، محافظين عليها كيف ما كانت يعني قديما. شي اللي كاين صاحبنا هو وصل هنا، ها شوف فرا حاضين مقوسين عليه. برافو عليهم صراحه صراحه.
اللي عنده بهذه الطبيعه كيفاش ما يعيش الحياه السعيده. الحمد لله مزيان، زوين 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 بزاف كاع.